اطلع يا ابو بدر حاج تعمل لي مثل الولاد الصغار. لك ما يطلع لعب الليل ولعب النهار، شو بدك انت بقصة الولد انت الثانية؟ بدك يعني ارجع هيك تنوع مشان اعلى مع العقيد، لك هذا عقله بكفه، بعدين انت ما دخلك بالقصة، ما دخلك. لا دخلني، بعدين الصوت جاي من صوب بيت ابو عصام وانا شفت سعاد حاملة ولد، بعدين انا ما عم نام كل الليل، بدي اعرف شو الحكاية، دخلك ابو عصام ما حكى لك شيء، ما قال لك شيء. بلا قال لي. شو قال لك؟ ايه يا شو؟ مدري قال لي معلقة، مدري معلقتين، مدري قبل العشاء، مدري بعد العشاء. هيك قال لك؟ ايه معناتها ابن عمي شو بدنا فيه؟ ما دخلنا. أنا رايحة أحضر لك عشاء. من هون المطبخ فوزية. ايه والله. بعتلك شو بارحة.